أنا نحسن عدنان، الأب ديال الطفل طه ياسر عدنان اللي تعرض للتعامل فيه كثير من الشطات والتعسف والظلم من طرف المؤسسة اللي كانت يدرس بها هذه 6 سنوات، مؤسسة الإسراء للتعليم الخصوصي بالمغرب العربي بولاد وجيه. بالنسبة لتفاصيل القضية هي كالتالي، هي أن الابن ديالي الأم ديالو كانت تدرس في نفس المدرسة لمدة 6 سنوات وهي الآن في رخصة ولادة. فالمتعارف عليه في هذه المؤسسة أن الأبناء وديال المدرسين والمدرسات ما تيأديوش الواجبات. طبعا احنا كنا عولين على أن القضية غتبقى في هذا الاتجاه، تفوجئنا بأنهم تيطالبوا بأداء الواجبات. على إثر ذلك مشيت انا للمؤسسه، حاولت نتلاقى مع المسؤول يعني الباترون ديال المدرسه، نشرح لي بان السيده خدمت معهم 6 سنين وهي اصلا مازال محسوبه على المؤسسه، فرفض انه يتعامل معايا، وتعامل معايا بواحد الطريقه يعني ماشي تربويه ماشي تعليميه ماشي فيها تشجيع. اذا قلت رغم ذلك ماشي مشكله، خليت الابن ديالي حتى النهار ديال الاربعاء 16 اكتوبر. تفاجأت ان ملي داه الاخ ديالو دخلوا المؤسسه طردوه بواحد الطريقه، زعما اش غنقول لك، هي غير تربويه غير تعليميه غير انسانيه. 4 ديال الموظفين، المديره التربويه والحارس العام وجوج ديال الكاتبات على طفل صغير. اذا ما بقى قدامي الا انني نستعين مفوض قضائي، ندي معايا العين مكان المحضر موجود، حاولت معاهم انهم يوليو يردوا الطفل يقرا على اساس ما يشعرش بظلم، على اساس ان الحادث وقع قدام الزملاء ديالو وما كانش ليه داعي. لكن كما هو يعني مدون في المحضر ديال السيد المفوض القضائي، رفضوا رفضا باتا. اذا بعد ذلك كان امامي خيار واحد، هو انني نتوجه للنيابه، كتبت لهم شكايه مطوله يمكن لكم تطلعوا عليها فيما بعد، تنشرح فيها التفاصيل ديال هذا الحديث على اساس انني تنحتفظ بجميع الردود ومن بينها ان شاء الله اللجوء الى القضاء، لان هذه السلوكيات لا معنى لها ولا داعي لها مع طفل. المفروض في مؤسسه تربويه انها تلتزم بالقوانين وبالاخلاق ديال المهنه، اما وقد يعني تصرفوا بهذه الطريقه فانا تنحتفظ نفسي انني غادي نلجا ان شاء الله للقضاء، غادي نلجا للاعلام، وشكرا مره اخرى لكم في القنيطره 36، غادي نلجا للمنظمات الحقوقيه لسبب رئيسي، ان الابن ديالي ما بقاش يدرس تما، ولكن مستقبلا كمؤسسه تربويه عليهم التعامل مع جميع الاطفال بما تمليه القوانين، بما تمليهم اخلاقيات المهنه بما ذلك. وثانيا لرد الاعتبار لابني وجبر خاطري، لانه هو الان اكيد ان هذا الحادث طارد، والبقاء امام مؤسسه تربويه المفروض فيها رعايه الاطفال لمده ساعه في ظروف غير انسانيه وغير اخلاقيه، اكيد ان هذا الامر غادي يخليه واحد الاثار واحد الندوب في النفسيه ديالو. هو محتاج الان المواكبه، غادي نحاول ما امكن معاه، سينو راه نقدر نجي للطبيب النفسي يعني باش يتجاوز هذا. اذا المفروض في هذه المؤسسات انها تتعامل تربويا مع الاطفال، انها تلتزم بما يمليه القانون في المغرب، انها تلتزم بالاخلاقيات، انها تلتزم بحقوق الطفل، لان احنا دابا الان في 2019 ماشي مسموح وماشي مقبول ان مؤسسه بحال هذا النوع تتعامل مع طفل صغير العمر ديالو 11 سنه بهذه الطريقه.